النهارده هنقدم طاجن بليه معمول بالفول والبيض ومكونات موجوده كلها في كل بيت وسهله وبسيطه، وهنعملها مع بعض وان شاء الله تنال اعجابكم وطريقه تسويتها وحاجه حرشه كده في رمضان تعجبكم ان شاء الله. يلا نشوف الخطوات، وان شاء الله الخطوات سهله وبسيطه وكل حد هيعملها، هتبقى مش هتاخد اكتر من 5-7 دقائق. البروتين اللي هنستخدمه النهارده هي الليه. الليه دي موجوده ضاني، موجوده بتبقى موجوده في الخرفان، بتبقى معروفه عند كل الجزارين وكل الناس عارفاها. بتبقى ليا بيجي شريحه سلايس كده، بقطعها بتبقى مكعبات بالشكل ده كده، دي بقطعها كبيره كده مش عايزاها صغيره. لو حد حابب بعد ما يحط ينزلها في الطاجن يشيلها ما ياكلهاش، بتبقى سهله ان هو يشيلها من الطاجن. تقطع مكعبات بالشكل ده، هو ده شكلها بيجي من عند الجزار، وانا بقطعها بالشكل ده. اول خطوه في الطاجن بتاعنا النهارده اللي هي بالفول وبالبيض، بيبقى المكونات بتاعتي الطاجن ده طماطمايه، بصلايه، وشرط يكون بصل ابيض مش بصل احمر، لان ده بيخش في التسويه في الحاجات اللي هي ما بتاخدش اكتر من 5-10 دقائق على النار، بيبقى حلو ولذيذ جدا. وعندنا فنجان، بيبقى فنجان صغير، يعني انا ماشيه كده المقادير بتاعتي بمشيها كده بالتقدير، يعني ما بحاولش احط حد تحت مقيال معين، يعني تبقى بقدونس والشبت، وعندي ذره كزبره وذره بهارات، وعندي بيبقى الفنجان اللي احنا قلنا عليه فنجان الفول، بقى اي فول بتستخدميه، قدره متدمس في البيت، علب معلبه، اللي موجود وفي امكانياتك، وبالطين. ده مقادير الطاجن فول بالليه. الخطوات بتاعته، اول حاجه بنحطه على النار، بس بيكون غسلاه كويس ويكون ناشف جدا، بيتحط على النار وانزل فيه مكعبات الليه، واسيبه على النار في نار هاديه لغايه ما الليه دي تفضل تنزل زي زيت كده بينزل منها، وهي بتبقى لونها بتبتدي تبقى لونها ايه، ذهبي، بتبقى كريسبي كده شويه. اول ما تاخد الشكل ده بروح منزله عليها البصل، منزله عليها الطماطم، منزله عليها الخضره، تمام. بعد كده انزل الفول، بعد ما انزل الفول انزل طماطم تاني، ما بحطش الطماطميه كلها مره واحده، واسيبها تاخد يعني تخش على الغليان كده، الاقي دوائر الغليان ابتدت تخش، اروح منزله البيضتين على وش الطاجن، وارش طماطم وخضره، واسيبها على البوتاجاز لمده 2 دقيقة. بعد كده ادخلها الفرن، فرن كهرباء، فرن غاز، بتاخد بالظبط 15 دقيقه الحجم ده. وبالف هنا وشفا، ولو قلبك متين السحر بروتين.